رواية المسلحين الأجانب في صفوف الوحدات الموالية لحكومة الوفاق الليبية اتضحت أكثر من خلال القبض على طيار أجنبي بعد إسقاط طائرته من طراز ميراج F1 في منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس في طلعة جوية قام بها ضد وحدات من الجيش الليبي. وأكد قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني الليبي إلقاء القبض على طيار أجنبي برتغالي الجنسية وصفه بالمرتزق، لكنه تعهد بالحفاظ على أمنه وتقديم العلاج اللازم له، متهما حكومة طرابلس باستئجار الطيار لقتل الليبيين بأموالهم. كانت في السابق الامدادات وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء احمد المسماري، فان الجيش يواجه عددا من المرتزقه الاجانب من دول افريقيه وغربيه في محاور القتال المختلفه بالعاصمه طرابلس، فضلا عن محاوله كتائب مصراته المسلحه استهداف قوات الجيش الليبي بطائرات يقودها طيارون اجانب يقيمون في غرب البلاد. المسلحون الأجانب الذين أشار لهم المسماري وفق مراقبين تم تجنيدهم بسبب تمويل بعض الدول الإقليمية والدولية لكتائب مسلحة أدى إلى تشكيل آلاف الميليشيات، وهي ذاتها التي تدعم المجلس الرئاسي الليبي الذي يقوده فائز السراج وعدد من وزراء حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.